الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وفي منافسات جديدة مع سباقنا المحلي السابع. انطلاقات جميلة مع سن اللقاية وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في منافسة مسائية جميلة نتابعها على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق بحفظ الله ورعاية تاسع الأشواط المسائية، يحمل لنا جديد الإثارة والمنافسة مع هذه الأصايل المنطلقة في هذا المساء الجميل. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط ومع المركز الأول شعار هجن الغرافة، أول الأسماء المتقدمة من خلال انطلاقة العبارة على المركز الأول والتي عبرت إلى مقدمة الشوط في هذا الأداء الجميل. مدهش المضمرين من يتابع العبارة سالم بن عامر المدهوشي ويقدم العبارة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، بينما ننتقل مباشرة مع المركز الثاني نجد نوادر مع ذان المراكز من هجن الغرافة. السعيد بن راشد الزعبي يتابعها في عملية التضمير، وفي المركز الثالث شوف الوصول من شبا القادمة مع هذا التسلسل الرقمي اللي شاهده مع المركز الثالث رقمها 3. ونتابع أيضا شبا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب المري من يتابعها في عملية التضمير، وفي المركز الرابع شاهد القدوم في هذه اللحظات من خلال أيضا تقدم الحصانة. هجن أم الزبار تقدم لنا تحديات الحصانة مع المركز الرابع حمد بن سالم بن زهرة من يتابعها مع هذه الانطلاقة في هذا الشوط. وفي المركز الخامس خامس المراكز شوف الاسم القادم في هذه اللحظات، وصول من برقية القادمة من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابع برقية في المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى مشاهدين الأعزاء مع الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، ولكن البداية والمقدمة الرقم واحد والعبارة على المركز الأول تتقدم في هذا الأداء الممتاز من هجن الغرافة. يتابعها سالم بن عامر المدهوشي يقدم العبارة على المركز الأول والصدارة الرقم اثنين، والمركز الثاني هجن الغرافة ونوادر. سعيد بن راشد الزعبي من يقدم لنا انطلاقة أيضا نوادر في ثاني المراكز والرقم ثلاثة مع المركز الثالث. يا سلام شبا القادمة في هذه الانطلاقة بتحديات هذا الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب المري من يتابع الانطلاق الجميل مع أيضا شبا في المركز الثالث. يا مجمل هذا المشهد الجميل اللي نشاهده على أرضية ميدان الشحانية. ننتقل إلى المركز الرابع ونجد في رابع المراكز مشاهدين الكرام الحصانة قادمة من هجن أم الزبار حمد بن سالم بن زهرة من يتابع أيضا هذا الانطلاق من الحصانة في المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس شوف القدوم مشاهدين الكرام من قبل عسيلة، وصلت في هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن تدخل من برقية في هذه اللحظات من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتابع هذه الانطلاقة من برقية على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، ولكن البداية المقدمة نجمة مسائية تحضر في هذا الشوط، وهذه العبارة 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 في الرصيد شلفة مع هذه الانطلاقة الجميلة ومع شعار هجن الغرافة. نشاهد العبارة المنطلقة بالمركز الأول والصدارة والبداية تنطلق هنا باندفاع ولا أجمل في مسار التحدي هنا والاندفاع الجميل. يا سلام يا شعار لما أيضا المنطلقة 1500 متر انتهت وبقت عن عمر هذا الشوط. الله 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 الرقم واحد والعبارة هي الرقم واحد حتى هذه اللحظات مع المقدمة والصدارة. سالم العامر المدهوشي يتابع الانطلاقة مع العبارة، ولكن هناك نوادر في المركز الثاني من هجن الغرافة أيضا، ولكن بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي من يتابع نوادر في ثاني المراكز. والمركز الثالث التقدم من شبا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب المري من يتابعها في عملية التضمير. وفي المركز الرابع
الرابع، تواجد أيضا من برقية من هجنم الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، والأسماء القادمة في هذه اللحظات ولكن بعيدا نسبيا عنا. وين البداية؟ يا سلام، الله، أجواء الكيلو متر الأخير والمثير، وهذه العبارة 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 المنطلقة بالمركز الأول، المنطلقة بالصدارة بالتحديات الأولى منذ البداية. ومن أيضا أعلننا هذا الشوط، والعبارة على مقدمة الشوط منذ أن أعطت إشارة البدء، وهي مع الرقم واحد، الرقم واحد العبارة، المركز الأول العبارة. غرفاوي غرفاوي غرفاوي، بدت الأوامر والتعليمات. شوف هذا الإثارة، شوف التحديات، الله، ما سلمت الصدارة. بطلة ونجمة هنا تحضر في هذا المساء من هجن الغرافة، مدهش المضمرين سالم العامر المدهوشي وزميلتها أيضا بشعار هجر الغرافة نوادر من هجن الغرافة مع سعيد بن راشد الزعبي. ولكن العبارة عبرت، العبارة عبرت، العبارة إلى ناموس الشوط، إلى ناموس هذا الشوط في هذا المساء من هجن الغرافة. يا سلام على هذه النجمة، على هذه النجمة، يا سلام، الرقم واحد العبارة، العبارة الرقم واحد، العبارة المركز الأول. سلام 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 لهجر الغرافة، سلام مشكور يا مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي اللي قدم العبارة في هذا الشوط منتزعة الناموس هذا الشوط بتحدي ممتاز في هذا المساء بين مثال المراكز. وصلت نوادر من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي المركز الثالث، المركز الثالث شبا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من الحصانة من هجن والزبار حمد بن سالم الزاهرة. والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب الزرقاء من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الأعزاء تابعنا هذا الشوط، والإثارة من العبارة التي حظت على الفوز والانتصار. التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية 7:31، 56 جزءا من الثواني. تهانينا لهجن الغرافة ولمدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي الذي قدم العبارة في هذا المساء وفي هذا الشوط بين مثان المراكز نوادر. توقيتها 7:33، 66 من الأجزاء من الثواني. تهانينا الهجن الغرافة والسعيد بن راشد الزعبي بينما ثالث المراكز كان الوصول من شبا، وتوقيتها 7:35، 50 جزءا من الثواني. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، التهنئة لحمد بن طالب المري.